هذا وتوالي وزارة الداخلية جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تزامنا مع عيد الأضحى المبارك من خلال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مناطق المملكة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الأمن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كثفت مديريات الشرطة جهودها لتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. يشهد الوضع تحسناً في تسجيل أدنى عدد من الإصابات لفيروس كورونا، والفضل يرجع لله ثم اللجنة التنسيقية والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وللحفاظ على هذا المستوى تم تطبيق إجراءات المستوى البرتقالي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ونوجه رسالتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتوصيات اللي وضعها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والحد من التجمعات العامة والخاصة والزيارات العائلية، وذلك من أجل سلامة أفراد المجتمع والوصول إلى نتائج أفضل بإذن الله. قمنا بنشر الدوريات الأمنية في عموم محافظة العاصمة في المجمعات والمحلات والأسواق التجارية والمطاعم، وذلك لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. وكذلك لا زالت مستمرة الحملات التفتيشية في مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الفريق الوطني وضبط المخالفين. كما حرصت على المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق كافة القوانين كارتداء كمامات الوجه وإبراز شهادة التطعيم في الأماكن العامة والمحلات التجارية، وتطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي على أكمل وجه. نؤكد على أهمية مواصلة الالتزام من قبل الجمهور الكريم بكافة الإجراءات والتعليمات الاحترازية المعلن عنها من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا واللي لها الأثر الإيجابي. وطبعاً مديرية شرطة محافظة المحرق مستمرة تنفيذ حملاتها التوعوية للمواطنين والمقيمين والزوار، وكذلك للمحلات التجارية والأسواق بضرورة تنفيذ الإجراءات الصادرة من الفريق الوطني، ونتمنى الخير والسلامة للجميع. تزامناً مع عيد الأضحى المبارك تم تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة في المساجد والمجمعات التجارية والسواحل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. وما تشهد مملكة البحرين من انخفاض ملحوظ في عدد المصابين يدل على مدى الوعي والمسؤولية لدى المواطنين والمقيمين، وأيضاً نأمل من المواطنين والمقيمين المواصلة في التقيد بالإجراءات الاحترازية لما فيه خير وسلام لمملكتنا الغالية. حماية المجتمع وأفراده مسؤولية مشتركة تحتم علينا مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة كافة أفراد المجتمع وللإسهام في رفض الجهود الوطنية للتصدي للفيروس. وكل عام وأنتم بخير.